أنا في مرة كنت مثلك كذا، نفس الربطة هذه ونفس الخوف والرعب، بس يومها القدر جاب لي فرصة عمري ما كنت أحلم بها ولا صدقتها، إنه سجانك مش بس يعرض عليك إنه يفك وثاقك، لا، ويعرض عليك حياة جديدة، حياة بامتيازات أجمل. يومها كنت ذكي وتمسكت بهذه الفرصة بيداتي الثنتين وصلت للي وصلت له. مش بس الفندم عاصم، لا، ومرشح إن أنا أكون وزير. يا عالم بكرة إيش ممكن يصير؟ إيش قصدك؟ قصدي حياتك كم تساوي؟ ما افتهمليش، كيف يعني كم تساوي حياتي؟ يعني حياتك أو حياة فؤاد. هذا دفتر شيكات، اكتب الرقم اللي تحب، إذا نفذت العملية أوقع عليه وأنا مغمض. وإيش اللي يخليك تضمن إن أنا بكون وفي بوعدي معك؟ ليش ما وصلش عند فؤاد وافضحك وافضح خطتك؟ أنا عارف إنك إنسان ذكي، شايف الرجال هذوم اللي هنا، في زيهم كثير تحت إمرتي. في اللحظة اللي بتخرج فيها من عند فؤاد وهو ما زال حي، بيروحوا لقريتك اللي مكتوبة عندنا ببطاقتك، وانت عارف ايش ممكن يعملوا مع أهلك. ما كذبش الفندم فؤاد لما قال عليك إنك نذل. فؤاد هذا زي الدب، يستنفذ طاقته وهو كل الجبهات يضرب، بينما قادر يتخلص من كل خصومه بأبسط مجهود توقيع. معك مهلة للفجر تفكر بالكلام اللي قلته، أو ممكن بعد الفجر أريحك من التفكير ده تماماً.